السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بما نصيبو هاد القبعة، هادي القبعة الفرنسية كنقولو لها بهذا الشكل هذا. نتمنى تكون عجبتكم، تنال الإعجاب ديالكم. وقبل ما نبداو فعلوا الجرس وديروا جيم، واللي باقي ما تابوني تابونا باش يوصلكم الجديد ديال. وغنبداو بسم الله على بركة الله. كنبداو بربعة ديال السلاسل، خمسة ديال السلاسل، والسادسة هي اللي كنسد فيها بهذه الطريقة. هذه كيف ما كتشوفوا، وكنرتفع بثلاثة ديال السلاسل. ملي كنسدهم زالقة كنرتفع بثلاثة السلاسل بهذه الطريقة هذه. وتندير عمود بلفه، تندير 14 عمود بلفه زائد كندير 13 عمود زائد ديك السلاسل ارتفاع، كتعطيني 14 عمود بلفه. وكنمشي مع داك الخيط اللي كان عندي لتحت، كنمشي معاه، كنخدم فوق منه، كنمشي معاه هو في داك مع داك الدائره حتى كنحصل على 14 عمود بلفه بهذه الطريقه هذه. 14 عمود بلفة. هنايا صافي حصلت على 14 عمود. كندير هنايا كنسد بمنزلقة كما كتشوفوا، وكنرتفع بسلسلة بثلاثة السلاسل. ومورا داك السلاسل الاولانيين هادو السلاسل اللي ارتفعت بهم في السطر الاول، كندير فوق موراهم عمود باريد خلفي، وكي تعتبر عندي تزايد، حيت هاد السلاسل هادو اللي ارتفعت بهم دابا وداك العمود الخلفي كيتسموا في نفس المكان، كيتسمى تزايد. وتنجي العمود الامامي هذا، كنخدم فوق منه 2 عمود باريد امامي فوق واحد العمود. العمود الاول باريد امامي حتى هو تزايد، وغنعاود الثاني فوق منه نيت في نفس العمود، العمود الثاني باريد امامي حتى هو بهذه الطريقه هذه. كيتحيد الخيط هذا، كيدير معايا كلشي. عاودو هكذا الطريقه هذه. وكنمشي عاود العمود الخلفي، كندير عاود فيه 2 عمود باريد خلفي فوق العمود الخلفي، فوق العمود هذا الخلفي، فوق عمود واحد كندير 2 عمود باريد خلفي في نفس فوق نفس العمود. وغنجي عاود هنا تندير عمود باريد امامي وباريد خلفي، كنخدم واحد فوق واحد العمود امامي، كنخدم فوق منه جوج ديال اعمده باريد امامي، وواحد عاود خلفي كنخدم فوق منه 2 عمود باريد خلفي. كل عمود كندير فيه تزايد، كندير في الخلفي تزايد وكندير في الامامي تزايد. هنا السطر الثاني كندير فيه، هنا السطر الاخير، هذيك اخر سطر تنكملو الطريقه هذه باش بحال الطريقه باش بديت من الاول. فوق كل عمود باريد امامي كندير فوق منه 2 عمود باريد امامي، وباريد خلفي كندير موراه 2 باريد خلفي. هنايا غنسد السلسله هذه، هاد السلسله كنعتبرها عمود خلفي، دائما كنعتبرها عمود خلفي. كنرتفع بثلاثه السلاسل، ومورا ديك السلسله اللي كاين في السطر الاول كنخدم باريد خلفي، وكتعتبر وديك السلاسل كتعتبروا عندي عمود. هنايا عندي تزايد، هنا كيكونوا عندي جوج ديال الاعمده، واحد كنخدم فيه تزايد وواحد كنخدمو عادي باريد خلفي عادي بهذه الطريقه هذه. وهنايا غنخدم باريد امامي، هذوك الجوج اللي كنت درت فيهم تزايد هنايا كنهز واحد منهم وتندير فيه باريد امامي واحد، وتنعاود الثاني فوق منه هل الاول، وتنعاود الثاني فوق هذا. هذا الاولاني كنخدم فيه باريد امامي الثاني
بهذه الطريقة هذه، والعمود الاخر كنخدم منه عمود واحد بارد امامي، كيكون عندي دائما كندير تزايد في اللون ديال الزواقه، غندير عمود بارد خلفي في الاول، العمود الاولاني كندير فيه تزايد هكذا، كندير فيه اذن العمود بارد امامي. هاد العمليه كتمشي معايا حتى كنوصل للمقياس اللي بغيت انا، وندير عمود بارد امامي واحد خلفي واحد، وغنرجع عاود غندير بارد امامي بحال هاد الشكل هذا، وغندير فوق منو من غنسالي هذا، غندير فوق منو تزايد بهاد الطريقة هادي، عفوا الشكل هذا. وهذا كنخدمو بوحديتو هنايا، كتكون عندي كيكونوا عندي هنايا ثلاثة ديال هادوك الحلقات. وصلت آخر سطر، الطريقة هذه، هاد السطر هذا كيكونوا عندي ثلاثة دباريد أمامي وثلاثة دباريد خلفي، كل سطر كيتزاد عندي عمود بهاد الطريقة هذه. صافي كنسد عاود داك السطر بمنزلقة، وكنرتفع ثلاثة السلاسل، ودائما هاد السلاسل عندي بمثابة عمود خلفي، وكنرجع مور هاد السلاسل هادو كيف ما كيبان لكم، كنهز من الخلف حيت هما بارد خلفي كيتعتبروا عندي، وكيتعتبر هادو تزايد، وغلات ما بغاتش كاع تفتح هاد الطريقة هادي. وكنزيد لهم هاد العمود الخلفي اللي فوق، عندي دابا هنايا تزايد، وباقي هنايا عندي جوج ديال الاعمده، هاد السطر هذا فيه اربعه ديال الاعمده ديال الخلفي واربعه امامي، جوج كنخدمهم بدون تزايد، كيكونوا عندي جوج في التزايد وجوج بدون تزايد، ماشي جوج كنخدمهم في التزايد، زعما كيتكونوا عندي بالتزايد. ها الاولاني دابا ندير الاولاني ديال التزايد، هنايا تندير عمود بارد امامي وكندير فيه تزايد، كندير في العمود الاول اثنين عمود بارد امامي، الثاني ديال التزايد هذا الشكل هذا بهذه الطريقه هذه، وهاد الجوج هادو غنخدمهم بدون تزايد، يعني كيتكون عندي في الامامي اربعه وفي الخلفي اربعه بهذه الطريقه هذه، بهذا الشكل هذا. وكنجي عاود لهذا الاولاني هذا تندير فيه تزايد، تمنى تكونوا فهمتوا هذا التزايد اللي كنقول لكم، العمود الاول حيت كل جزء كندير فيه تزايد، عندي سبعه ديال الاجزاء اماميين وسبعه خلفيين، من الامام كندير فيه تزايد دائما، هاد وكل جزء كان العمل هذا كيتكرر عندي، التزايد في الاول العمود الاولاني ديال الخلف والعمود الاولاني ديال الامام، نجي عاود الامام هنايا عاود نرجع لبريد امامي، هذا كندير فيه عاود تزايد هالاولاني بهذه الطريقه هذه، وهذا الثاني، وتمشي بهذه الطريقه هذه حتى كنمشي بهذا الشكل هذا حتى كنوصل المقياس اللي بغيت انا، كنزيد تزايد كل سطر كتكون عندي كتزيد عندي غرزه كيوسع، كل سطر كتزيد عندي وحده، كل سطر كتزيد عندي وحده في السطر الثاني الامامي، وكتزيد عندي وحده في الخلفي ثلاثه، والسطر الرابع اربعه، حتى كندور على السطر كيوسع، حتى كنسالي السطر كيوسع حتى كنوصل المقياس اللي بغيت، ضروري يكون عندي نفس العدد والاعمده الخلفيين، ما يكونش عندي في الامام زايد وفي الخلفي ناقص، خصهم يكونوا نفس العدد فيهم. وسديت السطر وغنبدا سطر جديد، كنرتفع ثلاثه السلاسل، وكندير ديك العمليه اللي كندير دائما مور ديك السلاسل ديال الارتفاع، كنخدم موراهم بارد امامي بارد خلفي عفوا، وهنا عاود كيكون عندي بعد التزايد كيكون عندي ثلاثة ديال الأعمدة خلفية، دائما كيكون عندي تزايد أعمدة خلفية ديال هذاك بارد أمامي، وفي اللون ديال بارد خلفي،
اما الاعمده الاخرين ما هذا كيكونش كنجي فيه عندي العمود الامامي التزايد عاود فيهم، كندير في العمود الاولاني هنا هو التزايد، اللون ديال البريد دائما الامامي العمود الاولاني لا في الخلفي ولا في هندير فيه هذا في العمود الامامي الاول كندير فيهم دائما تزايد في عمود العمود الثاني الاول. بارد امامي العمود الاول كيكون فيه تزايد دائما بهذا حتى كنوصل المقياس اللي بغيت انا. هاد العام غيتخدم عندي بهذه الطريقه هذه، شي بليته صغيره نطول كندير الفيديو فيها معاكم بزاف القطر ديال الدائره كيكون راه كيف ما بديت من هذه التزايد كيكون عندي في هاد الجهه هادي. الا بغيت نديرو شي واحد كبير القطر الدائري في هادو ولا في هادو 24 سم كما كتلاحظوا هادي كيكون عندي التزايد في هاد العمود هذا من الخلف هذا الاول. كنمشي نفس الطريقه باش بديت كنمشي بها حتى كنوصل، وها العمود الثاني ديال التزايد هذاك اللي بغيت على الشكل هذا المقياس اللي بغيت هذا. والاعمده الاخرين كل سطر كيتزاد عندي عمود، كل سطر كيتزاد عندي حتى عمود التناقص. السطر الاول كان عندي عمود واحد، والسطر الثاني كان عندي جوج، والثالث كانوا عندي ثلاثة، وهذا عندي فيه أربعة، وهذا اللي تنخدم فيه خمسة. صافي خمسة ديال الأعمدة حتى كنوصل للمقياس اللي بغيت، تمشي بحال هكا حتى كنسالي السطر ديالي بهاد الطريقة هذه. هنايا وصلت لهاد المقياس هذا كيف ما قلت لكم 24 سنتيم. هنا كنبدا ندير التناقص هاد داك الثلاثين ديال الارتفاع، هنايا غنسد بعدا بمنزلقة الثلاثين ديال الارتفاع، ولكن ما كنديرش كيف ما كنت كندير في الاول بحال هكا كنهز مورا السلسلة، لا ما كنهزش هكا، كنهز في العمود اللي كيجي مورا السلاسل، العمود اللي كيجي مورا السلاسل ما كنهزش في السلاسل، وكندير فيه بريد خلفي كنخدمش فوق. هاد بريد خلفي ما كيكونش عندي فيه تناقص، صافي كنوقف ما كنزيد ما كننقص، كنخدم الاعمده اللي عندي في بريد خلفي بدون تزايد ولا تناقص. كنخدم كامل الاعمده خلفيا حتى كنوصل العمود الامامي، حتى نوصل العمود بريد امامي. هنايا وصلت نكمل هاد جوج ديال سميتو اللي باقي لي هنا غرز الصف اللي كندير فيه العمود الامامي باش نبدا بريد امامي باش نوريكم الطريقه باش تعرفوا الطريقه. ولا تناقص هادو كيكون فيهم ما كيكونش فيهم لا تزايد ولا تناقص، عدد الاعمده الخلفيه كيبقاو كيف ما هما. انا جيت للعمود هذا بريد امامي ها الاولانيه كنهزها كنخرج هذا وكنخرج كندير عمود بلفه وكنخرج جوج ديال اللفات وكنخليها فوق كنخلي وحده وتمشي العمود الثاني امامي كنخرج عاود جوج ديال اللفات وكنبقى وحده كيكونوا عندي ثلاثه تناقص كنخرجوا مع بعضياتهم. واعتذر كنت درت الزربه اصحاب لي شرحتها قبل، كيكون عندنا تكونوا فهمتوها تناقص كنمشي بحال هكا حتى كنسالي السطر. اما هذا كيمشي كيف ما هو ما كنقص فيه ما كنزيد. هذا العمود هذا بريد خلفي كنديرو بريد خلفي بدون تزايد. هنايا ساليت السطر ديالي وعاد شريتها كنسد بمزالقة وكنمشي عاود هذا عمود خلفي كامل بدون تزايد كنرتفع بثلاثة السلاسل ما كنديرش تزايد كنخلي هذا وكنمشي فوق العمود الاول كندير فيه بريد خلفي ماشي بحال فاش كندير بهذا الشكل هذا فوق هادو كاملين كيمشيو بريد خلفي حتى كنوصل فين كندير بريد امامي كندير فيه تناقص. اما العمود بريد خلفي ما كنزيد فيه ما كنقص، عدد الاعمده اللي كيبقاو ملي كنبدا التناقص كيبقاو. هنا وصلت بريد امامي هذوك الجوج اللي كنتقص في الاول ها هما هذوك جوج الاعمده اللي قص في الاول تنجمعو بحال هكا وتنخرج وتنخلي واحد هذه فوق الابره وتمشي العمود الثاني كنخرج عاود جوج وكتبقالي واحد اللفه وكيكونوا عندي ثلاثه د اللفات فوق الابره وتنخرجوا مع بعضياتهم حيث التناقص كيكون عندي في اللون بهذا الشكل هذا هادو في اللون ديال الاعمده الامامي وتنمشي هادو بريد امامي بريد امامي عادي بدون تناقص بحال هكا ما كنزيد ما كنقص غير في اللون ديال بريد امامي كنقص في هادو الاماميين غرزتين الاولتين
جوج الغرزات الاولانيين اللي كيكونوا في البريد امامي وهما اللي كندير فيهم تناقص. الثالث في التناقص كيجي عاود هنايا بحال هاد الشكل هذا، تحس داك الجوج اللي نقصت في السطر ديالي الجوج هادو كندير بحال هكا كنهزو كنخلي نبرة وتنزل وحده اخرى بهذه الطريقه هذه نقص فيها وتنخرج جوج كيكونوا عندي ثلاثه د الفتات فوق الابره وتنخرج. هذه الطريقه ديال التناقص. صافي هاد الاعمده كاملين عاود كنمشي بدون تناقص ولا تزايد حتى كنسالي عاود حتى كنوصل لبدايه عمود بريد امامي عاود. اما البريد الخلفي راه كيبقى هو هو هذا الشكل ديال التناقص. بدا كيبان عندي بدات القبعه كتجمع. ملي كنوصل للمقياس اللي بغيت انا هذا الشكل هذا صافي ماشي صافي كنوصل ديك هذيك هذاك البريد امامي اللي كان كيكون مفتوح كيكون صافي تسد ما كيبقاش مفتوح كتبقى لي غير غرزه واحده صافي سديته. اما العمود البريد الخلفي كيبقى في ليسباس صافي. و تنبدا هنايا كندير عمود بريد امامي وبريد خلفي سلاسل دائما في عمود كندير بريد خلفي. كندير سبعة سطورة ديال بريد امامي وبريد خلفي عمود بريد امامي هذه الطريقه هذه بريد امامي وبريد خلفي كندور سبعة سطور حتى كنحصل كيعطيني 6 ديال السنتيم. انا عندي سبعة سطور هنايا عطاوني 6 ديال السنتيم هذه الطريقه هذه حتى كنخدم سبعة ديال السطور ديال عمود بريد 6 ديال السنتيم بريد امامي وبريد خلفي حيت ما عنديش لي سباس في الفيديو غير نكتفي بهذا القدر هذا. نتمنى يكون عاجبكم. نجيب هذه الطريقه هذه بريد امامي وبريد خلفي داك التناقص اللي كنت كدير الى صادفت بريد امامي هنايا كتجيني بريد امامي زعما بريد امامي وصادفت ندير فيه بريد خلفي كندير به بريد خلفي حتى كنحسن على هذا الشكل هذا. هذا الشكل هذا كيف ما كتلاحظ دابا انا صافي ساليته وغنسدها بمنزلقه ونقطع الخيط وندير بابره التنظيف. ونتمنى تكون عجبتكم هاد قبعة فرنسية وتنقطع الخيط وتنحصل على وكتجي على هذا الشكل هذا. هذه ديال بنت كبيرة ولا المرأة ولا المهم سيدة ولا بنت ولا شي حاجة. المهم هذه إنسان بالغ ماشي شي وحدة باقا صغيرة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.